لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقل، وده يرد بعقل وده ينكر بعقل، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحب بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات النقل ام العقل. عنوان حلقتنا النهارده خلاف الاشاعره وغلاة الحنابله في تقديم النقل ام العقل. احنا شفنا في الحلقه اللي فاتت شيخ الازهر هو بيتكلم على مذهب الحنبلي الوهابي وبيقول انه مذهب بهدل الناس، وان الحنابله اتبرأوا منه، وان غلاة الحنابله اللي هم الوهابيه نجسوا ماء البحر، وان كلمه السلف في الاصل كلمه مذمومه وجت في القرآن كاسم للكفار. وقالها صراحة ان كلمة سلف اطلقها القرآن على الكفار، وقال انهم متشددين جدا لدرجة ان الامام احمد بن حنبل مرضيش ياكل البطيخ. ليه؟ لان ما لقيش نص يقول الرسول كان بياكل البطيخ ازاي. وان الحنابلة مع النص والغوا العقل، وشفنا بوضوح من كتب العقيدة الأشعرية ازاي بتكفر وبتبدع اللي بياخد بظواهر النصوص. وفي حلقة النهاردة بنسأل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اللي فيه كتب عقيدته الأشعرية، أي عقل هيحكم على النص؟ هل هو عقل الأشعري اللي بيهرب للتأويل ولما التأويل مش بيعجبه بيروح للتفويض زي ما نقلنا عن ابن حجر في حلقة رقم 80 وكانت بعنوان التوحيد عند ابن حجر لما قال في صحيح البخاري كتاب التهجد باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، لما قال لنا كده قال الحافظ ابن حجر وقال ابن العربي حكي عن المبتدع رد هذه الأحاديث وعن السلف إمرارها وعن قوم تأويلها وبه أقول. وطبعا ابن حجر بيقول ان بالعقل اختار تأويل النص لانه مش عاوز ياخد بظاهر النص، لان الاخذ بظواهر النصوص كفر في عقيدتك يا شيخ الازهر. طيب لو بالعقل ما فهمناش النص بالتأويل، اتفاجئنا ان ابن حجر في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن سورة الزمر باب قوله وما قدر الله حق قدره قال الحافظ ابن حجر بيقول ايه، والاولى في هذه الاشياء الكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه. وطبعا أن تعليق الشيخ البراق في قوله والأولى في هذه الأشياء الكف عن التأويل الأخر الكلام وإن أراد نفي حقائقها مع تفويض معاني ما ورد في النصوص من ذلك، فيكون مراد بهذا القول ترجيح طريقة التفويض على طريقة التأويل، وكلاهما باطل لأن مبناهما على نفي حقائق هذه الصفات هو مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة. والكلام ده احنا الكلام ده بيخلينا نسأل شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب سؤال، بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ خلينا نشوف تعليق الشيخ الجامي على النقطة دي في الفيديو اللي جاي. من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحال؟ المعتزلي مثلا يدعي أن العقل يحيل إثبات جميع الصفات لئلا يؤدي إثباتها إلى تعدد القدماء. الشيخ الجامي بيقول لنا بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحال. المعتزلي مثلا يدعي أن العقل يحيل إثبات جميع الصفات علشان لا يؤدي إثباتها إلى تعدد القدماء. يعني إيه الكلام ده؟ الشيخ الجامي بيقول أن المعتزلة أحالوا جميع صفات الله، يعني نفوها، يعني حتى نفوها علشان إيه؟ علشان لا يعددوا القدماء. يعني لو قلنا أن الله حكيم ليه حكمة، الحكمة دي هتكون صفة لله فلازم هتكون بلا بداية ولا نهاية، وهكذا كل الصفات. إذن هنعدد القدماء مع الله فيبقى مع الله أكتر من إله. فقالوا أحسن حاجة نحيل صفات الله، يعني يقولوا استحالة يكون لله صفات، يعني ينفوا صفات الله. ونكمل كلام الشيخ الجامي في الفيديو اللي جاي ونشوف هيقول لنا إيه. إثبات الصفات الخبرية، أما الصفات العقلية لا، يجب إثباتها كما يليق بالله تعالى. اختلفت العقول فأين يذهبون؟ وهنا الشيخ الجامي بيقول يأتي الأشعري فيقول أن العقل إنما يحيل الصفات إثبات الصفات الخبرية، أما الصفات الفعلية لا، يجب إثباتها كما يليق
بالله تعالى. يعني الأشاعرة قالوا لأ إحنا هننفي الصفات الخبرية، والكلام ده إحنا اتكلمنا عنه بالتفصيل في الحلقات اللي فاتت، وإزاي إن الأشاعرة بينفوا مثلا صفة اليد وهي صفة خبرية ويقولوا مش يد حقيقية ولكن بمعنى القدرة. ولما التأويل مش بيناسبهم بيقولوا بالتفويض، والتأويل والتفويض والشين لعملة واحدة وهي نفي صفات الله، زي ما نقلنا قبل شوية من كلام ابن حجر. ولكن الصفات العقلية الأشاعرة بيقولوا لازم نثبتها كما يليق بالله، والصفات العقلية اللي هي يعني الحياة والعلم والإرادة إلى آخره. ونكمل باقي الفيديو ونشوف مع بعض الشيخ الجامي هيقول لنا إيه. يقول شيخ الإسلام: فيا ليت شيعي بأي عقل يوزن الكتاب والسنة إذا اتفقوا أولا اتفاقا مبدئيا أن الكتاب والسنة يجب تركهما ويجب الرجوع إلى المقاييس العقلية. هذا اتفاق مبدئي لدى الجميع. إذا اتفقتم هذا الاتفاق ثم أردتم تشرعوا في التأويل المفصل اختلفتم، فبأي عقل يوزن الكتاب والسنة حتى نقول الكتاب والسنة يوافق عقل زيد أو عقل عمرو؟ فرضي الله عن الإمام مالك، مالك بن أنس، حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء؟ إن جاءنا أشعري جادلنا، أو جاء معتزلي أو جهمي، كلما يأتي رجل أجدل من رجل نترك لجدل هؤلاء ما جاء به محمد جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، استفهام إنكاري. إيه لا نفعل ذلك، ليس لهم حجج ثابتة وإنما هي شبهات متضاربة. وهنا الشيخ الجامي بيستشهد بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، فبيقول: فيا ليت أشعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة والجميع اتفقوا اتفاق مبدئي وهو ترك الكتاب والسنة والبرجعية تكون المقاييس العلمية. والشيخ الجامي بيقول لهم: طيب لو انتوا اتفقتوا هذا الاتفاق وحبيتوا تأولوا بتختلفوا، ومين من الناس بيكون عقله هو المقياس؟ ازاي نفهم ان العقل زيد اما عقل مثلا عبد هو اللي يوافق القرآن والسنة؟ الشيخ الجامي استشهد بقول الإمام مالك ابن أنس لما قال: أو كلما جاءنا رجل أقدر من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد لجدل هؤلاء، إن جاءنا أشعري جدلنا، وإن جاء معتزلي أو جهمي، كلما يأتي رجل أقدر من رجل نترك لجدل هؤلاء ما جاء به جبريل لمحمد؟ الجواب لا، لأن ليس لهم حجج ثابتة وهي شبهات متضاربة. وطبعا الخلافات دي كلها لأن العقل هو الحاكم على النص، زي ما نقلنا في كتاب شرح الجوهرة واللي هو من كتب العقيدة الأشعرية اللي هي بالطبع عقيدة شيخ الأزهر، واللي في نفس الوقت اكتشفنا أن الكتاب ده بيكفر طبعا غلاة الحنابلة الوهابية. يعني من الآخر المذهب الأشعري ممثلا في شيخ الأزهر بيقول الكتاب والسنة ما لهمش أي لازمة، إحنا الأشاعرة هو المهم، إحنا عقلنا هو المهم عند الأشاعرة، واللي يقول إن القرآن والسنة هم أهم من العقل يبقى كافر. ودلوقتي أنا هعمل ملخص لحلقة النهاردة. شفنا في حلقة النهاردة إن الأشاعرة بيحكموا العقل في الحكم على النص، وشفنا إنهم بيقولوا بالتأويل ولما يحبوا يهربوا من التأويل يروحوا للتفويض. والشيخ البراك قال إن التأويل والتفويض هدفهم في النهاية نفي حقائق هذه الصفات، وهو مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة، وإن الأخذ بظواهر النصوص كفر في عقيدة الأشاعرة وشيخ الأزهر طبعا، وإن المفروض العقل هو اللي بيوزن الكتاب والسنة. والشيخ الجامي قال ورد عليهم على الأشاعرة وقال يأتي الأشعري فيقول إن العقل إنما يحيل إثبات الصفات الخبرية، أما الصفات العقلية لا يجب إثباتها كما يليق بالله تعالى. وقال مش كل ما يجيلنا أشعري جدلنا أو معتزلي أو جهمي، كلما يأتي رجل أقدر من رجل نترك لجدل هؤلاء ما جاء به جبريل لمحمد، لأن ليس لهم حجج ثابتة وهي شبهات متضاربة. وتابعوني في الحلقة الجاية عشان نواصل تكفير شيخ الأزهر للحنابلة، والتقي بيكم في الحلقة القادمة.
لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة بين عقول البشر.